اللي عايز يعيش سعيد في الدنيا دي ما يقعدش يحلم بيها، لازم يعملها على ايده، هاند ميد يعني. خلي بالك خلي بالك، يعني انا مثلا ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي؟ لان انا عارف ان مفيش ولا واحده في الدنيا تقدر تستحملني، ولا انا كمان اقدر استحمل اي واحده. انا عايشها لحظه بلحظه، بستطعم كل ثانيه في حياتي. الثانيه اللي بتروح ما بترجعش يا رافي، الثانيه اللي بتروح ما بترجعش. معك حق مسيو ناجي، معك حق. والله انت صعبان عليا يا اخي. شوف بقى لي كام سنه اعرفك، عمري ما شفتك مبسوط، عايش في غم على طول، ودي تبقى حياه يا راجل. طب انا هقول لك على سر مسيو ناجي محدش بيعرفه. قول. انا لما دخلت المستشفى ما كانش عشان اعمل عمليه. انا انتحرت وهم حاولوا ينقذوني في اخر لحظه. الله، انتحرت؟ انت اتجننت يا راجل؟ انت تنتحر؟ ينعل يعني ابو اللي زعلك. طب والست اللي معاك دي ذنبها ايه لما انت تنتحر وتسيبها لوحديها وهي بصراحه موزه؟ اللي هيقعد بقى يلغيها، اللي يقعد يبص لها بصه كده بصه كده. انا انتحرت عشان اسيبها مش لاقي. لا ده كلام كبير بقى، ده الموضوع عايز له قعده. ايه الموضوع؟ عيالت بتخوني يا مسيو ناجي. يا راجل بتخونك ايه؟ ما تبقاش شكاك كده، انت بتخرف ولا ايه؟ انا بخرفش مسيو ناجي، عيالت بتخوني هنا. هنا بتخونك في جيبك؟ بس بتخسر فلوس من وراك يعني. ايه ده؟ ده دليل خيانتها بالصوت والصوره. انت هتطلعها كاميرات في كل حته في البيت؟ كاميرات ايه يا مسيو ناجي؟ انا رافي دافيدوفيتش، واحد من أعظم ثلاثة في العالم في تطوير أنظمة الإنذار والمراقبة. الجهاز ده بيعمل بأشعة كهرومغناطيسية بتدخل أي مكان وبتسجل أي حاجة بالصوت والصورة. البتاع ده، البتاع الصغير ده، وده بيشتغل إزاي؟ قصدي يعني عايزين يشغله عشان نتفرج، عشان نتأكد كمان يعني. وقصدي لما بتاع صغار زي ده يعني يخرب بيوت لازم نبقى واثقين. لو كل زوج في اسرائيل معاه بتاع صغار زي ده اسرائيل كلها هتولع في بعض. انت مش مصدقني يا مسيو ناجي؟ فاكر ان انا بخرف سكران؟ لا 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 يا راف، انا مصدقك وكل حاجه، بس انا قصدي بص انا لازم اشوف عشان اتاكد. مش ممكن تكون مجبره؟ ممكن تكون مجبره على كده. هو مين اللي كان معاها؟ لا مؤاخذة في السؤال يعني. قريبها يوسي كرمي بتاع الشباك. يوسي كرم، الله يخرب بيته، ده مش عاتق. طب شغلهولنا كده. أنا هوريك مشهد عشان تتأكد. ما نشوفه أحسن على الشاشة الكبيرة عشان تبقى كل حاجة واضحة وباينة. ها؟ لأن دي أعراض برضه. صحيح. مش قلت لك؟ استنى بس، استنى استنى ما نشوف، استنى ما نشوف. ده بيبوس ايديها يعني، مفيهاش حاجة. الله 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 الله. استنى بس، مش جاهز. بس ناجي المفروض استنى، مش جاهز يكون جاي يقول لها كلمتين وماشي. هي اي نعم لابسه بتاع البيبي دول ده، بس ممكن يكون من عجمه يعني دخل. الله 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 الله. بص يا حبيبي، استنى لما نشوف. مش يمكن تضربه بالقلم في الاخر؟
لا لا مش قادر يا سليجي، انا مش قادر بعد كده. طيب طب سيبني الحاجات دي وانا هبتاكد بنفسي بعد كده. ايه يا مستر رافي ما تعملش في نفسك كده، دوليه خاينه وراجل سافل تشوطه بجزمتك. انت بتحبها يا رافي؟ بتحبها، يبقى انت مالكش عيش في البلد دي، لازم تسافر، لازم تهاجر. يا ريت اقدر يا ريت اقدر. لا هتقدر. تعال قوم هات كاسك، هنقعد انا وانت كده نلعب بوله حلوه، وانا واثق انك انت هتكسب النهارده. لا اقعد هنا، اقعد هنا. ايوه اشرب لك كاس كده. ها هروح كده واجي لك. الشيكات اللي عليك ليا دول يعملوا لهم حوالي 180,000 دولار. روني ميتال عرض عليا انهم ياخدهم مني ب 100,000 دولار، بس انا ما رضيتش ابيعك لراجل حقير زي ده. شوف يا رافي، الفلوس دي ممكن تحل لك مشاكلك كلها، تسدد الديون بتاع روني ميتال، تسدد فوائد القرض اللي انت واخده من البنك، والشيكات دي انا مش عايزها، خليها لك. ايه رايك؟ مش كده تتحل كل مشاكلك وتسافر، يسيب اسرائيل، تطلع بره، تبتدي حياه جديده، تعيش الحياه اللي انت عايزها. سنجي انا مش مصدق اللي انا بسمعه، انت بتتكلم جد؟ انت عمرك شفتني بتكلم كلمتين؟ انا دايما اتكلم كلمه واحده. بس انت هتعمل معايا كده ليه طيب؟ شوف يا رافي، انت هتاخد الحاجات دي كلها وانا هنقذك من السجن، مش طالب منك غير حاجه واحده، حاجه صغيره كده تحت امرك سينيكي. اي حاجه؟ الفلاشه. الفلاشه بتاعت ايدي؟ الفلاشه الصغيره اللي كانت معاك دي. انا عايز فلاشه عليها السيستم الامني اللي انت مصممه لبنك ليومي. يديك تبقى فلوسي محبوسه جوه وانا ببره.